الرقابة على الإنترنت قيود تمنع المجتمعات من الوصول للخدمات الرقمية. فوبيا الثقة في الآخرين، الأسباب وطرق العلاج. وفي اليوم الختامي لدور كرة القدم اللبناني، لقاء قوي بين فريقي الأنصار والعهد. برنامج اليوم مع باسل صبري ورغدة إبراهيم. صباح الخير وأهلا بحضراتكم في برنامج اليوم. صباح الخير عليك يا رغدة. صباح الخير عليك يا باسل. يحدث أنه في بعض البلدان يحاول شخص الولوج لأحد مواقع الإنترنت، فتظهر أمامه أو تظهر أمامك إشارة الحظر التي تمنعك من استخدام هذا الموقع. وهنا نحن نتحدث عن مواقع معلوماتية أو مواقع إخبارية، يعني ليست مواقع إباحية مثلا، لا يوجد سبب بديهي لمنع هذه المواقع، ولكن هذا هو الواقع الذي نعيشه. بالرغم من ثورة الاتصال وانتقال المعلومة، هناك بلدان تحد من حرية استخدام الإنترنت بفرضها قوانين ملزمة، عادة يعرض من يحاول كسرها للمساءلة أو حتى للعقاب. نعم باسل، لماذا نتحدث عن هذا الموضوع اليوم تحديدا؟ لأنه اليوم يصادف هو اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية. هي مناسبة أيضا تهدف للتوعية إزاء ضرورة دعم الحرية على شبكة الإنترنت وأيضا تدفق المعلومات بسلاسة عبرها بعيدا عن فرض أي رقابة عليها. صحيح، فوفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود التي أطلقت هذا اليوم، يتعذر على متصفح واحد من كل 3 متصفحين النفاذ إلى شبكة الإنترنت بحرية، ويرجع هذا إلى ممارسة الرقابة بدرجات مختلفة أو مضايقة مستخدمي الإنترنت في حوالي 60 بلدا مختلفا. نعم، وحسب مؤشر فريدم هاوس لحرية استخدام الإنترنت في ترتيبه حول أكثر الدول رقابة على الإنترنت، أشار إلى أن الصين تعتبر الأعلى من بين 70 دولة تم تقييمها، حيث سجلت 10 نقاط فقط من أصل 100 نقطة باسل. طبعا للأسف بعض المجتمعات العربية تعاني من عدة قيود تعيق الوصول إلى معظم المحتوى الرقمي أو خدمات الإنترنت، والتي تتفاوت ما بين الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى منع استخدام VPN. وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة كومباريتك، جاء تصنيف موريتانيا وتونس في مراتب جيدة على المستوى العربي، متقدمين بذلك على عدد من البلدان العربية الأخرى مثل الجزائر وليبيا ومصر ودول الخليج. نعم، تصنيف كومباريتك يأخذ بالحسبان 11 نقطة مثل حظر المواقع السياسية، حظر وسائل التواصل الاجتماعي، المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، وأيضا غيرها من الخدمات الأخرى. الآن نذهب لنتعرف أكثر على هذه المناسبة وأيضا مدى الرقابة على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط. أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم تأثروا بإغلاق خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي. هذا ما توصل إليه تقرير حديث لشركة سيرف شارك لأمن الإنترنت، الذي أضاف أن آسيا تمثل ما يقرب من نصف هؤلاء المستخدمين. وقالت الشركة المتتبعة للرقابة على الإنترنت إن أكثر أحداث الرقابة المعطلة للإنترنت في عام 2022 وقعت في إيران، التي عملت على قمع الشعب الإيراني ومنعت وصولهم إلى بعض المواقع المعارضة للنظام الإيراني. وفي البلدان العربية تتفاوت درجات القيود المفروضة على الإنترنت من بلد إلى آخر، حيث حلت تونس وموريتانيا في مراتب متدنية في مجال القيود المفروضة على الإنترنت، متقدمين على المغرب وليبيا والجزائر وفق نتائج دراسة أجرتها مؤسسة كومباريتك، وذلك راجع لتقييد الرقابة على 3 مؤشرات فقط من بين 11 مؤشرا استندت عليها الدراسة، وهي التورنتس والمواقع الإباحية والفي او اي بي. الدراسة أوضحت كذلك أن معظم الدول العربية اتجهت لفرض قيود متفاوتة منعت من الوصول إلى بعض الخدمات، سواء لمواقع التواصل الاجتماعي أو حظر بعض
المواقع السياسية أو حتى خدمة الفي بي ان كما يجري في مصر وفقاً للدراسة. وقد أطلق اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية للمرة الأولى قبل حوالي عقد ونصف بطلب من منظمتي مراسلون بلا حدود والعفو الدولية. وبناء على هذه المناسبة أطلق عام 2010 جائزة نتيزن السنوية التي تمنح عادة للجهات التي تقف في وجه الأنظمة القمعية والاستبدادية في العالم الرقمي. نستمر مشاهدينا في الحديث عن ملفنا الرئيسي اليوم عن اليوم العالمي لمناهضة الرقابة على الإنترنت. فبالنسبة للوطن العربي وحرية الوصول، موريتانيا تقدمت إلى المرتبة الأولى على المستوى العربي إلى جانب تونس في مجال حرية الإنترنت، متقدمة بذلك على المغرب، الجزائر وعلى مصر أيضا. ومع ذلك ترتفع مخاوف المدونين والصحفيين في موريتانيا من القيود التي تفرضها الحكومة من وقت لآخر على الإنترنت في ظل سنها لقوانين تعيق حسب الكثيرين حرية التعبير. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. صعوبات يتحدث عنها المدونون والنشطاء على الشبكات الاجتماعية في ظل قيود تفرضها الحكومات يعتبرونها خطرة على حقوق الإنسان. هنالك صعوبات قانونية وهنالك صعوبات فنية وهنالك الصعوبات المرتبطة بالمناخ العام من ناحية الرأي والتعبير. لا توجد قيود أقوى ولا أكبر من قانون الرموز ومن الترسانة القانونية التي تم العمل عليها لتقييد حرية الأشخاص، لتقييد حرية الرأي. تأثيرات كثيرة يتحدث عنها الصحفيون للقيود التي تفرض على الإنترنت سواء كانت قانونية أو لوجستية، معتبرينها شكلاً جديداً من أشكال المصادرة التي كانت الصحف تعيش على وقعها. القيود على الإنترنت ربما تؤثر كثيراً على حرية الصحافة وعلى نقل المعلومات وسرعة توصيل المعلومة للقارئ. أي قيود اليوم تفرض على الإنترنت من طرف الحكومات هي بمثابة مصادرة، يعني ستكون مقارنة بمصادرة الصحف، لأن الإعلام اليوم لا يوجد إلا عبر الإنترنت. الحكومة الموريتانية تقول بأنها عملت على مواكبة زيادة الطلب على الإنترنت بترسانة قانونية تحمي الأفراد والمجموعات، بالإضافة لمساعي متواصلة لتحسين البنية التحتية لها. هناك رقابة تدخل في نطاق لنا الأمن الداخلي والأمن المواطنين وممتلكاتهم إلى غير ذلك، وبإضافة إلى الأخلاقيات وإلى غير ذلك من الأمور. لكن هناك حرية تامة في التصفح، وهناك حرية تامة في الولوج. موريتانيا شهدت تقدما في هذا المجال معتبرا، وسنعمل على زيادة هذا التقدم إن شاء الله نحو المراكز العليا إن شاء الله عالميا. وحسب أرقام رسمية فإن نسبة الولوج إلى الإنترنت في موريتانيا تزيد على 70%، فيما يصل معدل الاستهلاك الفردي 26 كيلو بايت للدقيقة. قوانين عدة صدقت عليها البلاد تعيق حسب الكثيرين حرية التعبير وتداول المعلومات عبر الإنترنت، فيما تظهر إجراءات حكومية من وقت لآخر تعزز المخاوف من التضييق في هذه الفضاءات. طيب الغوث الحرة، نواكشوت. وينضم لنا الناشط الحقوقي مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس المهتمة بقضايا حقوق الإنسان أيضا. أهلا بك. بداية، كيف ترى واقع حرية الإنترنت والقيود على الإنترنت في البلدان العربية؟ أولا يجب أن نعرف أن الإنترنت هي البنية التحتية الجديدة في العالم، وهي أساس من أسس التنمية والتطور الفكري والاقتصادي والاجتماعي، وهي مسألة حيوية. الآن إذا قيدنا حرية التعبير وحرية الإنترنت، في نفس الوقت نقيد التنمية ونقيد التنمية الاجتماعية والتنمية الفكرية للفرد وللمجتمع. أي هي مسألة أساسية، لا يمكن أن نقول أننا نطالب بالتنمية وبزيادة الثروة الفكرية والاقتصادية وفي نفس الوقت نحد من حرية الإعلام ومن حرية الإنترنت. هذه مسألة أساسية، وفي البلاد العربية لا يجب أن نقارنها ببعضها البعض فقط، لأنها في وضع متدني والحريات ليست حريات مقيدة، وبالتالي يجب أن نقارنها ببلاد العالم الأخرى
أي يجب أن تكون البلاد العربية على نفس المستويات التي تعيشها الدول الحرة، وهذه هي مسألة أساسية، لأن يجب على المجتمعات العربية أن تحدد أين موقعها، هل ستكون مع الدول والمجتمعات التي فيها الحرية الكاملة للفرد، أي أن تضمن التنمية بكل طرقها وبكل اتجاهاتها، أو أن تكون في معسكر الدول التي ليس فيها حرية وبالتالي ليس فيها تنمية مضمونة. طيب سيد مجيد، يعني حتى نفهم الصورة بشكل أفضل، دعنا نتحدث عن نوعية أو شكل هذه القيود المفروضة في الدول العربية. يعني ما هي أبرز الخدمات التي عادة ما يفرض عليها قيود في البلدان العربية، وكيف تؤثر بالتالي على مستخدمي الإنترنت؟ لو أخذنا مثلا بسيط جدا، هو مسألة التواصل الاجتماعي، هناك قيود مثلا على يعني على التليفونات عبر الانترنت مثل واتساب ومثل كل هذه التطبيقات، وهذه وهي مسألة مهمة جدا، لأن هذه المسألة تمكن الناس من التخاطب بشكل حر بشكل مشفر، ولو أن هناك اختراقات كبيرة، ولكن هذه المسألة إذا قيدت تشل الحركة الفكرية وتشل كذلك الحركة الاقتصادية، لأن الذي يريد الاتصال عبر التليفون العادي ستكون هناك تكلفة كبيرة، سيعزفون عن ذلك وسيمتنعون على ذلك أو لا يتمكنون عن ذلك، وبالتالي فإن الحركية المجتمعية والاقتصادية ستكون محددة. إذا أخذنا بشكل عام، فكنا الخدمات الاثنى عشر هذه المؤشرات التي استعملتها مراكز الدراسات هي في وضع قيود على هذه التكنولوجيات داخل الانترنت، وبالتالي فإن المسألة ليست مسألة وجود كابلات فقط التي تحمل هذه المعلومات، هي كيف تكون هذه الطرق سالكة بدون أن تكون فيها حواجز. الحرية يجب أن تكون كبيرة جدا لكي تكون تدفق المعلومة كبير. الموضوع الثاني هو نوعية المعلومات التي تكون في هذه في هذه الوسائل، هذا موضوع ثاني ومختلف. طيب سنتحدث عنه أكيد هنا، ولكن دعنا نتحدث بعض الشيء عن المؤشرات الموجودة اليوم أمامنا. العديد من الدول العربية تحتل مراتب جيدة على مؤشر الرقابة على الإنترنت، ما هو السبب وراء ذلك برأيك؟ السبب أن هناك مجتمعات فهمت أنه يجب تحرير تلك القيود أكثر فأكثر، لأنه يجب أن تكون هناك ثقة في المواطن، ولأن هذا يشكل مادة ويشكل آلية ويشكل طاقة لكي تتطور العقول وتتطور الأفكار، وإذا تطورت العقول الأفكار تتطور السلم الاجتماعية وتتطور الاقتصاد كذلك. وهناك دول تقيد تلك الأشياء لأن لا هناك تفكير الوصاية على الناس، الوصاية على الفرد والوصاية على الحريات، وهذه المعركة هي معركة منذ ما هو هدف هذه الوصاية؟ يعني ما الذي تخشاه هذه الدول، وهل فرض قيود على الإنترنت هو الحل لما تخشاه أو تخاف منه؟ الذي تخشاه هي تخشى الحرية وتخشى أن المواطن يكون واعي ويمكن أن يقوم هو بدوره الرقابة الصحية، يعني بالمعنى الصحي بالمعنى السليم، الرقابة على ما يقوم به الحاكم بشكل عام، أي أن الشأن العام هو شأن يهم المواطن فردا فردا، هو ليس حكرا على الحكومة أو على السلطة أو على أي سلطة كانت، مهما كانت، إن كانت تنفيذية، برلمانية، قضائية.
يعني السلطة والرقابة تكون في يد المواطن وليس في يد النظام. طيب في خصوص هذا ما هي نعم بخصوص هذا ما هي الآليات اللي من الممكن أن تضمن رفع قيود الدول على مواقع الشبكة التي تبث مواد تتمتع بحماية الحق في حرية التعبير وأيضا الوصول إلى المعلومات؟ هي مسألة نضج المجتمع ومسألة نضج القوانين، ولكن كذلك يجب أن نعي أن هذه المسألة يجب أن تكون أن تسعى تلك الدول على أن تكون متطابقة مع المعايير الدولية للحريات. الحريات ليست ضد الحكومات، هي ضد فساد بعض الحكومات، هي ضد تصرفات غير مقبولة الآن عالميا، لأن كل القيود التي توضع يمكن أن يقع تجاوزها بنفس طرق الإنترنت. هناك وسائل الآن في الإنترنت يمكن أن يقع التجاوز فيها، تجاوز تلك القيود، وبالتالي القيود ليست مهما كانت القيود لا يمكن أن تكون فعالة. ولكن تجاوز هذه القيود يعني يعرض الأفراد كما نسمع إلى المساءلة القانونية، لأن هذا يعتبر كسر القوانين هذه الدول. هذه القيود تخضع إلى قوانين، ولكن تلك القوانين ليست لها الشرعية. لو وقع حبس ناس أو التضييق من حريتهم فإنه يمكن ذلك حسب القوانين التي توضع محليا، ولكن أمام القانون الدولي فإن تلك القيود هي مخالفة للقانون الدولي. والدول من ناحية القانون الدولي لا يمكن أن تحمي نفسها بسن قوانين تحد من حقوق الناس التي خولها القانون الدولي لهؤلاء الناس. أي لا يمكن للدولة أن، وهذا تعسف من الدولة، أن وضعت قوانين تحصر فيها وتحد من حقوق الناس التي يعترف بها المجتمع الدولي. وهذا شيء مهم جدا، يجب المطالبة على تطبيق المعايير الدولية حسب القانون الدولي. نعم. والذي تخوله تلك الحقوق. القانون الدولي يعطي الحرية الكاملة. نعم. في الوصول إلى المعلومة، في تداول المعلومة، في واضح. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، الناشط الحقوقي السيد مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس المعنية بقضايا حقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك. بعد قليل مشاهدينا سنستكمل معكم ملفنا الرئيسي لهذا اليوم عن اليوم العالمي لمناهضة الرقابة على الإنترنت، فابقوا معنا. استمرون معكم مشاهدينا في حديثنا عن اليوم العالمي لمناهضة الرقابة على الإنترنت، والآن دعونا نستطلع آراء الناس في الشارع العربي حول فكرة فرض قيود على الإنترنت. أنا مع أكيد 100% أنه يكون في كنترول كامل وتحدد لفئات، يعني حتى مع الأطفال، خصوصا مع الأطفال في هذا الجيل، يعني كل شيء متوفر له، سواء تلفزيون سواء كان لابتوب وكمبيوتر، هاي كلياتها متوفرة له. فأكيد مع أنه يكونوا خنكي أكثر، خنكي تجديد من ناحية فئة الأطفال من ناحية هاي. أنا بأيد طبعا حق بمواقع، يعني أنا بعاني في بيتي وأولادي بسبب يعني مثلا في اليوتيوب مثلا بيطلع لك إعلانات وانت قاعد بتفرج عليها، إعلانات مش لذيذة، مش محببة للأطفال، فقيس على كده كذا حاجة بقى. إذا كان أي شيء ما فيه رقابة، يعني أنا دائما بحكي فيها نظام اللي هو الطيارة، أنت في عندك طيارتين، طيارة عليها أمان شديد وطيارة ما في عليها أمان شديد، أي واحدة أنت بتختار؟ بكل طبيعة الحال الناس راح تختار الطيارة اللي عليها سيكوريتي تشيكس عالية، هي اللي راح تروح، مع إنه في انكونفينينسز، في نوع من أنواع المضايقات البسيطة اللي ممكن تحصل، بس أنت بتفضل المكان الآمن أكثر من المكان اللي فيه حرية زيادة عن اللزوم، اللي ممكن يكون فيه خطورة تؤدي لأشياء ممكن تهدد بالأمن القومي أو بأمننا إحنا كأشخاص معينين ساكنين في البلاد. مع أو ضد، مع كأمن للبلد لازم ضروري بلدنا تراقب هاي الشغلات بتعرف، وضد أنه بحس الواحد صاحب الانترنت اللي بيشتغل على الانترنت أو سمارت فون أو غيره بحس حاله مراقب. ف
فيعني من الجهتين ما أوضد. طبعا الرقابة مهمة جدا في بالذات في العصر الحالي يعني أو في الوقت الحالي لأنه بقى في إكسبوجر كبير يعني بالنسبة يعني لكل المواقع، بيكون في مواقع يعني غير مرغوب فيها بالنسبة للأطفال بالنسبة للشباب الناشئ وكده، فلازم يكون في رقابة. أنا بحبذ إنه يكون في رقابة أبوية للشباب القايم يعني عشان يقدر يتحصل على المعلومات المفيدة، يعني أكثر معلومات مفيدة من الإنترنت ومن الحاجات دي يعني من وسائل التواصل الاجتماعي. طيب إذن هناك يعني آراء مختلفة حول هذا الموضوع. عموما للمزيد من الكلام العلمي هذه المرة عن هذه القضية انضم إلينا دكتور أنس النجداوي الأكاديمي والمستشار في إدارة الأعمال الرقمية. أهلا بك وصباح الخير عليك دكتور أنس. أهلا وسهلا. يعني إحنا بنتحدث يعني عن الجانب التقني أكثر هذه المرة. في البداية ما هي الآلية التي يتم من خلالها فرض قيود على المواقع من قبل الجهات المسؤولة أو الحكومات؟ صباح الخير. يعني بداية هنالك عدة طرق يمكن الحكومات من خلالها أن تنسق مع ما يسمى بمزودي خدمة الإنترنت إنترنت سيرفيس بروفايدر بأن يحظروا بعض المواقع من خلال يعني حذف ما يسمى بالآي بي بلوكينج، فأنت تحجب بعض العناوين الآي بي أدرسز أو الإنترنت بروتوكول آي بي أدرسز من أنه أي شخص في مكان معين أنه يتم الوصول إلى هذه. أيضا هنالك عدة تقنيات أخرى أو عدة من خلال ما يسمى بالدومين نيم سيرفيس بلوكينج، وهي كلها عملية يعني زي الجمارك. أنت ممنوع تروح إلا ما يكون عندك فيزا أو تصريح بالدخول إلى منطقة معينة، وبالتالي هذا هو آلية عملها بشكل بسيط تقنيا. أي ترافيك يتوجه إلى مواقع محظورة يتم فصله أو عزله أو لا يمكن السماح بالوصول إلى هذه السيرفرات الموجودة طبعاً على الإنترنت. نعم، يعني كل حكومة ربما هي من تحدد المواقع التي لا يمكن السماح لها في دولتها. طيب من جانب آخر يعني خلينا نشوف آراء أخرى، ما هي أهمية الرقابة على رقابة الدول على المحتوى وكذلك الاستثمار حتى في تحسين تكنولوجيا الرقابة والمراقبة؟ هو صراحة الإنترنت مليء بالمعلومات والمحتوى قد يكون أحيانا جدا مفيد، وفي جانب آخر قد يكون خطير ومضلل، وهنالك معلومات سيئة أو هنالك معلومات غير صحيحة وممكن الأشخاص أنه طبعا تؤمن بها. وبالتالي هل نحتاج، أنا شخصيا أنا أرى أنه نحتاج إلى نوعية من المراقبة المعتدلة بحيث أنه طبعا تتواءم مع قيم المجتمع وأيضا تحقق الأهداف المفيدة وتقلل المخاطر. فإذا أنا برأيي أنه فتح المجال كامل 100% قد يسمح لبعض المجرمين والأشخاص بنشر معلومات ونشر يعني أكاذيب، وهذا طبعا قد يؤثر على القيمة العلمية والقيمة الاجتماعية في كثير من الدول. فصراحة التكنولوجيا سلاح ذو حدين، يجب علينا أن نعرف كيف نستخدم هذه التقنية. أعتقد أنه من المهم أيضا أن نعرف يعني كلمة معلومة خطيرة حتى يعني نفهم من أين تأتي هذه الخطورة. يعني عادة ما هي أنواع المحتوى الذي يتم حجبه؟ طبعا هي تعتمد حسب الدول، كل دولة عندها لربما قائمة مختلفة عن يعني عندها قيم وعندها طبعا أهداف معينة تختلف عن، فالأغلب المحتوى الذي يتم حجبه قد يكون محتوى سياسي مخالف للنظام الحاكم، أو قد يكون أحيانا محتوى لا أخلاقي يتعارض مع القيم المجتمعية والدينية، وأي موضوع قد يثير نوع من البلبلة أو يثير طبعا طرحه في المجتمع قد يكون يعني أوفنسيف وغير محبذ يعني للأشخاص. فهذا من جانب بشكل عام طبعا، ومواقع معترف أنها خطيرة وتشكل مصدر لنشر الفيروسات أو للهاكرز يعني أو المقرصنين. نعم، تيك توك الآن يتم حجبه في بعض الدول، هل تؤيد هذا؟ تيك توك طبعا أنا أرى أنه فعليا هو تطبيق
يمكن استخدامه بشكل جيد، ولكن طبعا السياسات هي التي فعلا تؤثر على نشر وانتشار هذه التقنية، لأنه صيني فقد يؤثر طبعا في نشر وتسريب بيانات المستخدمين في دولة معينة إلى خارج هذه الدولة من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، يعني وأصبح في شبهات ممكن على هذا طبعا يعني معلومات خاصة بشكل عام. نعم. عموما طبعا حتى لما يتم حجب المواقع يتم الوصول لها عن طريق الفي بي ان، في حالة الوصول إلى بعض هذه المواقع المحظورة عبر شبكات الإنترنت، هل يمكن للجهات المحلية المسؤولة عذرا معرفة أن شخص ما قد وصل لهذا المحتوى إذا استخدم الفي بي ان؟ الفي بي ان نشرح بشكل بسيط، يعني هو عبارة عن خدمة تقدم على الإنترنت بحيث أنها تشفر الاتصال وتحجب ما يتم نقله من الشخص المستخدم إلى الإنترنت. نظريا يمكن للحكومات فعليا أن تعرف ماذا يتم، من يستخدم هذه الخدمة، ولكن هو صعب أن تقوم بتشفير كل الاتصالات. يعني هو نظريا يمكن ولكن صعب. هناك طبعا تقنيات يمكن أن تستخدمها من خلال ما يسمى بـ Deep Packet Inspection أو التحليل العميق لكل الرسائل، ولكن هذا صراحة متعب ومضيع للوقت. هناك طرق أسهل صراحة للحكومات من خلال اختراق الجهاز المستخدم ووضع spyware، وبالتالي تستطيع أن ترى كل شيء. وهنا لا معنى لقيمة الفي بي ان، لأنه تم اختراق الطرف وبالتالي كل شيء يصبح مفتوح. فهنالك طرق فعليا يمكن من خلالها يعني الاكتشاف من يتكلم وماذا. جميل. يعني أنا في هذه النقطة أعتقد هناك سؤال مهم، يعني كثيرا ما نسمع إنه بعض الدول القمعية بالتحديد يعني الأنظمة فيها تتجسس على مكالمات الواتساب أو الفيسبوك، هل هذا ممكن أو يحدث بالفعل؟ صحيح، نعم 100%. يعني والدليل إنه صحيح تقنيا التشفير ما بين الأجهزة موجود، ولكن إذا اكتشفت تم اكتشاف ثغرات معينة في الأجهزة الأشخاص المستهدفين، يمكن فعليا زرع برنامج تجسس أو سبايوير. يعني ليس من خلال البرنامج ولكن من خلال جهاز المستخدم. نعم، وبالتالي تصبح عندك، ومن ثم يتم اختراق البيانات حتى لو كانت مشفرة على جهاز يعني الشخص المستخدم. وهذا طبعا يمكن أن يعرض ليس فقط لاختراق أو انتهاك الخصوصية، ولكن أيضا معلومات حساسة مثل الكريدت كارد، أرقام البنوك، وكل شيء فعليا على جهاز الشخص. وبالتالي فعليا نعم يمكن اختراق ومعرفة كل التفاصيل. يعني هذه مش نظرية مؤامرة، هذه بالإمكان القيام بها فعلا. طيب نرجع بك بس لاستخدامات الفي بي ان، لأن الآن الكثير من الناس تستخدم فيه. هل هناك مخاطر على معلوماتنا الخاصة عند استخدامه؟ لأن مفروض أن معلوماتك مخفية لما تكون تستخدم فيه. المخفي هو ما يتم رؤيته أو ما يتم طلبه، ولكن ممكن للحكومات أن تعرف من يستخدم الفي بي ان، وهذا بحد ذاته معلومة مفيدة يعني مبدئيا. يعني الأمر الثاني، هنالك الكثير من خدمات الفي بي ان الغير حقيقية أو الفيك، وبالتالي أنت لا تعرف تسجل معلوماتك في خدمة مزيفة، وهذا طبعا يعني يؤثر على حصول انتهاكات وأيضا اختراقات. يعني لأن أنت بالنهاية سوف تدفع مقابل هذه الخدمة، وبالتالي يمكن سرقة أموالك. النقطة الثالثة، أيضا يحصل أحيانا تسريبات لهذه السيرفرات الـ VPN servers، ويتم اكتشاف الهيستوري أو ما يسمى بتاريخ الأشخاص الذين قاموا استخدموا هذه الخاصية وما هي المواقع التي زاروها، وهذا طبعا يعني يؤثر بجوهر عمل الـ VPN. فهنالك فعلا مجموعة من الاختراقات التي ممكن على أن تؤثر وتكشف. لا شيء مخفي 100%. أي جهاز مربوط على الإنترنت قابل لي، يعني حتى استخدام هذه البرامج التي نعتقد أنها تؤمننا، يعني ليست آمنة، هي تعطيك مستوى حماية أكبر لكن ليس 100%. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، الدكتور أنس النجداوي الأكاديمي والمستشار في إدارة الأعمال الرقمية. شكرا جزيلا. مشاهدينا بعد قليل، فوبيا الثقة في الآخرين، الأسباب وطرق العلاج، ابقوا معنا.
يقال ازرع الصدق تحصد الثقة والأمانة، هذا لأن الثقة بالآخرين لا تأتي من فراغ بل تكون مبنية على عدة أسس نفسية وشخصية، ولكن ماذا إن فقدت الثقة بالآخرين يا رب؟ نعم، بس فقدان الثقة بالآخرين أو ما يطلق عليه بفوبيا الثقة هو رهاب موجود مرتبط بالقلق والخوف غير العقلاني من إعطاء الثقة للآخرين، وبالتالي تفضيل العزلة وأيضا تجنب التعامل مع الناس. المصاب بفوبيا الثقة يشعر دائما بأن العلاقات مع الآخرين تبدو مستحيلة تماما، وغالبا ما يكون هذا الشعور نتيجة لتجارب سيئة في العلاقات السابقة كما يقول علماء النفس. نعم، تظهر أعراض فوبيا الثقة على الشخص في أعراض معينة مثل الانزعاج، القلق سواء من العلاقات الحميمة أو الخوف الشديد من التعامل مع الغرباء والحديث معهم أو حتى السماع لنصيحة البعض منهم أو إفشاء سر لهم، هذا كما يقول موقع ياهو لايف. بحسب الموقع عادة ما يفضل المصاب برهاب أو فوبيا الثقة تجنب أي تفاعل قد يعيد هذه المشاعر السلبية. أما عن العلاج فيتم من خلال مراجعة الأطباء النفسيين، حيث يتم تحفيز المصاب على مواجهة الحالات التي يشعر فيها بالقلق أو الخوف ما يساعده على تجاوز هذا الرهاب. نعم باسل، نذهب الآن إلى الشارع العربي ونتابع آراء الناس هناك حول فوبيا الثقة. هل قلة الثقة بالآخرين تسبب توترا في العلاقة مع وسط المحيط؟ نتابع. والله موضوع الثقة ما فيها الموجود حاليا، لا يوجد وقت هكا اللي باش تتعامل مع الناس ودير الثقة، وحاليا الثقة في ربي سبحانه والوالدين، أبار هذا الشيء ما يوجد كثير من الوقت. والله طبعا يعني الزول اول انسان زي ما قال الزول السوداني، اول انسان كعامه انت ما بتقدر تسهر عليه بمظهره الخارجي، انما تعرف قلبه ونواياه. يعني انت اسان الليله زول تلقاه مثلا مهندم، زول جميل، زول يعني تلقى نفسه ما زينه ما كويسه. يعني أنا أخذ زمن عشان أعرف أخلاقية الإنسان وأعرف دواخله حتى أنا أثق فيه، والتعامل الشخصي اللي بيكون بيني وبينه يعني كثير وقت. يعني أنا بتستي هالشخص كثير، بشوف يعني إسك هو يستحق هالثقة هذه ولا يعني دي تست. مثلا نعطيه سر صغير نشوفه إسك يحكيه السر للعبد آخر ولا. هلق أنا من ناحيتي ما بوثق بحالي نهائيا، يعني غير بأهلي وأمي وأهلي بس، عرفت؟ لأنه أنا رحت وسافرت أنا سوري وطلعت على دبي على أساس أنه شغل ورفقة وكذا، وقت اللي بتوصل على الغربة ما حد بيسأل عنه، عرفت شلون؟ فموضوع الثقة أنا ما بوثق بحدي نهائيا، وعن تجربة شخصية يعني بأقرب ناس إلي ما خزلوني. الثقة أولا في الله، ثانيا أن البشر حاليا أن الثقة في الناس ليس الكل ولكن البعض، فبدك عشان تكتسب ثقة مع أي حد بدك وقت، والوقت مش يكون يعني قليل، لا وقت كتير، لأن الثقة في الناس حاليا أصبحت مؤلمة. متنوعة يعني تقريبا حسب الشارع العربي بشكل عام. تنضم لنا حول هذا الموضوع استشارية الإرشاد النفسي لما الصفدي. أهلا بك. صباح النور عليك. صباح الثقة بالضبط، يعني ثقة في الله، ثقة في الأهل، يعني هذا أكثر صحيح. منكم مركزوا عليه الناس صحيح. بداية لو نشرحه بصورة أوضح، ماذا نقصد لما نقوله ناس عندهم فوبيا الثقة؟ فوبيا الثقة هي عدم القدرة على البدء ببناء علاقات اجتماعية جديدة، وإحساسنا دائما أنه نحن رح يتم خذلان، ودائما عندنا شعور بأنه أي إنسان هو سيتحول، يعني ممكن يكون لطيف منيح يساعد في البداية، ودائما في مصالح عند الآخرين. فهذول الأشخاص تلقائيا بصيروا منعزلين اجتماعيا عاطفيا عمليا، وبفضلوا دائما بأنهم يكونوا مع أنفسهم، وأحيانا حتى بنشوفهم بأنه بصير عندهم حيوانات في المنزل فبيكونوا مكتفيين. أنه مثلا في ناس أشخاص، وهي بنشوفها أكثر شيء كمان مع الوقت، بنشوفها بالأشخاص اللي هن تعرضوا كثير لخيبات بحياتهم، فبنشوفهم بأنه هن متأذيين نفسيا وما عندهم قدرة على بدء علاقة جديدة.
دائما الأسوأ، دائما الناس سيئة مثل ما حكينا، كل الناس ما عندي ثقة بحدا، فمختصر يعني الجملة من الآخر. ولكن لما احنا بنسمع الكلمة دي كتير، يعني خيبات الأمل في الحياة كثيرة جدا. صحيح. خيبات الأمل في العلاقات كثيرة جدا، وكتير بنسمع عن شخص أنا ما بثقش في حد، هل ده يعني تلقائيا أن هذا الشخص عنده رهاب الثقة أو فوبيا الثقة؟ إزاي ممكن شخص يعيش كمان يعني صحيح. بدون أنه يعطي الثقة أبدا، يبني علاقات سليمة مع الآخرين، هل صحيح. تعتبر حياة صحية؟ لا أكيد. أنا بس هون رح أوضح نقطة كثير مهمة. نحن من وين منجيب الثقة أصلا؟ من البداية نحن منجيب الثقة من فكرة أهلنا، من الأب الأم الأخوة الأخوات الأصدقاء، أول بيئة اللي هي الطفل بيكون موجود فيها. بهاي البيئة، هاي المرحلة لما الإنسان بيفقد الثقة فيها بأول وسط اجتماعي عاطفي، اللي هي الثقة والأمان، هن اثنين مع بعض، يعني هن بيكملوا الصورة اللي هي الثقة والأمان. لما بيروح هاي الثقة بهاي البيئة، نحن بيصير عندنا ما يسمى الاستعداد المبدئي، كل إنسان ممكن يأذيني بالحياة، وطالما صار عندي هذا الاستعداد أنا بجذبهم إلي، لأنه بتكون الاختيارات خاطئة مبنية على احتياج عاطفي، بتكون كثير من خياراتنا هي سطحية وليست عميقة، فبالتالي لأنه من الأساس صار هذا الأذى، يعني خلينا نقول مثل لو نحن عم نأسس مبنى، ولكن الأساس اللي هو بهذا المبنى متزعزع، فبالتالي كل ما بنينا نحن عارفين أنه سيأتي يوم وينهار هذا المبنى، وهي نفس الفكرة. لهيك في أشخاص بالمحصلة بيصير عندهم ما يسمى فوبيا، خوف لدرجة المرض، بيصير إنسان منعزل وحيد ويرفض إقامة حتى علاقة عاطفية أو زواج. أعراض فوبيا الثقة مثلا قريبة للغاية ممكن من فوبيات أخرى من نوع آخر، كيف ممكن نفرقوا ما بين الواحد؟ الفوبيات هي متنوعة. فكرة الفوبيا يعني هي الخوف وعدم المحاولة بشكل عام، ولكن خلي مثل ما أنت تفضلتي، شو كيف نحن نفرق مثلا عن فوبيا اللي هي العلاقة بالأماكن والمرتفعات والضيق؟ فوبيا العلاقات أو الثقة بالآخرين هي بتكون متوحورة فقط حول نقطة معينة اللي هي بناء علاقات جديدة وإلها استمرارية. هدول الأشخاص أولا دائما بيحيطوا أنفسهم بالسرية، لأنه هن عندهم قناعة بأنه أنا أي معلومة بحكيها عن حالي ستستخدم ضدي. النقطة الثانية، دائما هن أشخاص خايفين يبتدوا علاقات، يعني لو هو مثلا أعجب أو حب، دائما أول شيء بيقول هاي مثلا الفتاة ستخوني، هذا الشخص سيتخلى عني، دائما عندهم إحساس أنه سيتم التخلي عنهم. والنقطة الثالثة، دائما هن عندهم مشكلة بأنه يكون عندهم وسط اجتماعي حقيقي. شو يعني وسط اجتماعي حقيقي؟ يعني نحن لما بنختار الأشخاص محيطنا بيكون اختيارنا صح. ليه؟ لأنه أنا لما أكون مكتفي عاطفيا من طفولتي وحياتي اختياراتي بتكون منطقية، ولكن لما يكون عندي كثير تجارب فيها خذلان وألم، أحيانا وفاة أحد وفاة العائلة، أحيانا انفصال، طلاق، أذى جسدي معنوي جنسي، تحرش طفولة، تراكمات، فبالتالي الاختيارات دائما بتكون غلط، ومنروح دائما نختار الشخص الغلط. وهذا بيفسر اليوم أشخاص بيقولوا ليه أنا لأني عندي هاي الفوبيا على طول بنخذل. لا، أنت بتنخذل لأنك تعودت تختار أشخاص بشكل البداية. سطحي. يعني ممكن يكون فنان شوي الشخص بالحكي فيقنعك أنه هو يعطيك الثقة. طيب إحنا إزاي ممكن نفرق كدائرة محيطة بهذا الشخص، مفرق أنه شخص عنده فوبيا ثقة أو أنه ممكن يكون شخص خجول ما بيحبش يحكي معلومات كثيرة عن حياته الشخصية؟ لأنه في الأشخاص يعني هذه النوعية موجودة، يعني إزاي نقدر نعرف الفرق ما بين هذا وهذا؟ الشخص الخجول هو شخص بيحب دائما يكون عنده عدد معين من الأشخاص اللي هو بحس بالأمان بوجوده، بينما الشخص اللي عنده فوبيا هو شخص من البداية يرفض إقامة علاقات. يعني منشوفه مثلا وصل لسن معين رافض كل فكرة الزواج والارتباط، ودائما بيروح بيختار أشخاص يا أما هو يأذيهم أو هم رح يأذوه. كيف يعني يأذيهم؟ لأنه هو دائما بفوت بعلاقة بنية سيئة. كيف شو فكرة هون؟ لما أنا مخذول دائما وعندي ألم وأذى نفسي متراكم، حتى في العلاقة أنا ما بكون مبادر بالخير، بحس حالي دائما لازم أكون في خبث فيها، خلينا نقول يعني أنا دائما متحفظ ومستعد ومتوقع الأسوأ تماما، مستغل ماديا، مستغل عاطفيا، فبالتالي هون النوايا ما بتكون. شخص الخجول هو شخص عنده مشكلة أقرب إلى الرهاب الاجتماعي، هاي فوبيا من الثقة بالآخرين، والخجل أقرب إلى الرهاب الاجتماعي أو إمكانية بناء
العلاقات اللي هي من الدرجة الأولى. فالخجول إذا صح له مجتمع داعم، أصدقاء رائعين ممكن ينخرط، لكن اللي وصل لمرحلة الفوبيا حتى لو كانوا موجودين بيضل دائما، حتى لو مليون فرصة عنده إحساس بأنه سيتم خيانتي، سيتم الغدر فيه، سيتم بأنه هذول الأشخاص لا يستحقون الثقة، وأحيانا هو يبادر بالأذى. إيه يعني خوفه من الأذية هل ممكن يخليه هو المؤذي؟ آه، لأنه هو حالة دفاعية، لحتى هو دائما يحس حاله بده يكمل بالحياة، لأن إحنا ما فينا نعيش لوحدنا، فبصير عنده أحيانا كثير إحساس بأنه أنا ما رح أسمح لأي إنسان يأذيني، أنا اللي ممكن بادر. مش بمعنى المبادرة، ولكن بمعنى أنه هو دائما متحفظ على أنه هو ينأذى نفسيا. ليه؟ لأن إحنا بنعرف بأنه خلينا نشبه داخلنا مثل مكان معين، لما هو يكون كثير مجرح هذا المكان بتجارب، بخيبات، بألم، بكذا، فبالتالي هو دائما لا يقتنع بأنه هناك مساحات بيضاء في الحياة. مثل ما أنا تم تجريح هذا المكان ورسمه باللون الأسود، أي إنسان بمحيطي هو يستحق أن يكون مثلي. كيف يمكن تجاوز هذه المشاكل وحد يتخلص من هذا الرهاب؟ اكتشاف السبب. كل رهاب فوبيا له منشأ، مثل ما حكينا أغلبهم هو منشأ طفولي، أغلبهم أسري، أغلبهم أول تجربة عاطفية مرت بحياتنا. يعني دائما البدايات هي تسبب ما نعيش فيه. طيب شو الحل؟ بأنه أنا برجع للبداية، لأول تجربة عاطفية، لعلاقتي مع أهلي، لفكرة شو كمية الأذى اللي أنا غير فيني. ليش راح عندي مفهوم الثقة والأمان بالحياة؟ ليش فجأة أنا تغيرت من شخص طيب وبيعطي ومعطاء لشخص متحفظ وخائف وممكن يكون مؤذي؟ فبالتالي بس اكتشف السبب بيسهل علي أصل لنتيجة أنا قرر فيها أنا سأعطي فرص جديدة بالحياة، والأغلب هم بحاجة إلى مختص. في بعض الأحيان هذا الشخص بيشوف أنه ما فيش مشكلة، أنا ممكن أكمل حياتي بهذا النوع من التحفظ على العلاقات. صحيح. بهذا النوع من السرية في البوح بالمعلومات، وأنه في النهاية حيقيم علاقات صداقة، هيخرج مع أصدقائه في العمل، حيقيم علاقات عمل. صحيح. وحتكون حياته ناجحة. هل هذا الكلام سليم؟ هل في ناس عندهم بيعانوا من هذا الرهاب، رهاب الثقة، في نفس الوقت بيستطيعوا أن هم يعيشوا حياة تعتبر يعني عادية؟ صحيح. أنا اليوم سمعت مقولة يمكن بتلخص الفكرة، أنه أحيانا أنت تحت المطر لا تحتاج لشخص يعطيك مظلة، تحتاج لشخص يتبلل معك بالمطر. الفكرة بتلخص على أنه نحن بكثير من الأحيان نحن ما بنكون بحاجة لإنسان فقط يكون سطحي، العلاقات السطحية أو المساعد البسيط، نحن محتاج لشخص لما نكون بأزمات حقيقية نحس بأنه هذا الإنسان موجود، شخص حقيقي وليس افتراضي، وليس شخص يحتاجنا فقط لما يكون هو بأفضل حالاته. فالمحصلة بأنه العلاقات السطحية ليست علاقات مريحة، هي علاقات يمكن بتحمينا من الأذى نوعا ما، ولكن تلقائيا نحس بانه نحن صار عندنا حاله اغتراب داخلي عن انفسنا. لا، العلاقات الحقيقيه هون منأكد على انه انا يكون عندي صديق واحد بالحياه ولكنه مخلص ووافي، ممكن يكون كافي ووافي عن عدد كبير من العلاقات، وممكن يكون هذا الانسان يعوض. ويمكن هي اخر فكره هيك نلخص فيها، بانه لكل الاشخاص اللي صار عندهم هالفوبيا، بانه ما في حدا كامل بالحياه ولا في حدا سليم نفسيا ايا كان، هذا محصله تجارب سنوات، ما في ولا شخص فينا سليم نفسيا 100% او معافى. فبالتالي الاخطاء ستحدث. لما انا بكون عندي هالفكره بداخلي بكون عندي مبررات للاخرين، لما انا بعرف انه ما حدا سليم نفسيا بالحياه، كلنا متاذين، كلنا معانين، كلنا عنا خلفياتنا، نبتسم ولكن ما حدا يعرف ما في القلوب. فبالتالي انا ببرر، حتى لو غلطوا بحقي انا بكون ما ليش راح أعطي فرص، الحياة فرص، رب العالمين غفور رحيم، فنحن البشر ليش ما حتى نرحم. فهي الأفكار كثير بتريح الأشخاص اللي عندهم فوبيا ثقة بالآخرين. نعم. طيب ماذا عن الحياة العامة؟ هل ممكن تأثر على مثلا على الشخص أثناء العمل اللي مصاب برهاب الثقة أثناء الدراسة كذلك؟ أكيد هي بتأثر، لأنه هو بتحد من نوعية علاقاته ودائما عنده إحساس توقع الأسوأ. يعني بالمناخ المهني نحن بنعرف أنه أي عمل مهني هو تشاركي نوعا ما، في تشارك، شخص بيساعد شخص، شخص بيخطئ الثاني ممكن يغطي عنه. لا، الشخص اللي عنده فوبيا الثقة بالآخرين هو ممكن ما يساعد حدا، لأنه هو دائما متحفظ وخايف أنه لا، اللي حوالي أنا ما رح أعطيهم أسرار نجاحي وما رح أعطيهم. هاي بنشوفها بالوسط المهني، في أشخاص كثير نحن بنسميهم، نحن بنقول عنهم أنانيين أو ما بيحبوا يساعدوا أو منعزلين
مبررين نجاحهم دائما لنفسهم. هاي بنشوفها، هدول الاشخاص عندهم جزء من هاي الفوبيا. اجتماعيا بنشوف الشخص بانه هو يشارك الاخرين اشياء تفاصيل، ولكن اشياء الخاصه متحفظ فيها، ودائما بنقول عنه هذا الشخص اللي ما حدا بيعرف عنه شيء. ودائما لما بيوصل لمرحله يحب انسان بيهرب. هاي كيف بنشوفها مشكله بالعلاقات العاطفيه، لانه بالعاطفه بيكونوا اثنين عم بيتعرفوا على بعض، وصلوا لمرحله كثير صار في حب انسجام، فجاه في شخص بيختفي. طب ليش اختفى؟ لانه هو خايف ينخذل مره ثانيه. عرفتي؟ لانه هو متاذي فخايف من هالعلاقه، لانه بالعكس هو حب وهو منسجم بهالعلاقه وهو سعيد فيها، ولكن عنده احساس انا رح اندي، فخليني انسحب من البدايه، اذى اخف من اذى. طيب خلينا نتكلم عن العكس. هل من الممكن ان يكون في شخص عنده افراط في الثقه؟ شخص كلما بيقابل حد جديد بيعطيه الثقه اكثر مما يجب، هل توجد هذه الفكره، ولا دائما اعطاء الثقه للشخص الاخر فكره جيده؟ هي فكرة، أنا بقول دائما خير الأمور أوسطها. الأشخاص هذول اللي بيعطوا هذول وين بيكونوا؟ بأول عمرهم. يعني نحن دائما نقول ما بعد 40 هو شخص قادر على أن يفهم الحياة جيدا، لسه ما مرش بالتجارب تماما، لأنه بينما وين منشوف الحالة اللي أنت تفضلت عنها؟ منشوفها بعمر أول الطفولة والمراهقة والشباب، فهو فرص ثقة بيعطي، ولكن بعد التجارب. نحن دائما في هيك فكرة، الخذلان الأول هو المؤسس لكل الخذلان الذي سيأتي، لأنه يا منتجاوز وصح ومنكون أصحاء بعد أول خذلان وتجربة وألم، يا أما هو رح يكون محور حياتنا ورسالة على جبيننا دائما موجود. لهيك أنا بقول بأنه كل شخص حاليا عنده فوبيا الثقة أو عنده مشكلة بالثقة عاطفيا اجتماعيا، لا تترك الموضوع يتراكم، لأنك أنت حتأدي نفسك. لا، فكرة أنك أنت تروح لشخص مختص يحلل الموضوع ويعالج الماضي والحاضر، وثم أنت تكون مستعد كإنسان تروح للمستقبل، هذا هو الحل النهائي لهذه المشكلة. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، استشارية الإرشاد النفسي لما الصفدي. شكرا لكم مشاهدينا، سنترك الآن الموضوعات النفسية وننتقل للحديث الرياضي في حلقة اليوم، وهنا نذهب للدوري اللبناني لكرة القدم الذي وصل إلى نهايته بعد موسم عرف الكثير من الأحداث، ولكن الأبرز سيكون في اليوم الختامي مع لقاء فريقي الأنصار والعهد، وسيخرج أحدهما متوجا بلقب البطل الذي كان من نصيب العهد في الموسم الماضي، وقبله احتفل به الأنصار معززا رقمه القياسي. وصل الدوري اللبناني لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة، ولكن الحدث الأبرز خلال هذا الموسم سيكون في المباراة التي ستجمع فريق نادي الأنصار بفريق نادي العهد، ومع إطلاق صافرة النهاية سيتوج في ختامها بطل لبنان لكرة القدم. فريق الأنصار يبدو على محك التحدي الكبير المنتظر في مواجهة غريمه فريق العهد بطل الدوري في الموسم الماضي. اليوم كل جمهورنا بكل أطيافه يسعى إلى أن إنه نحن نربح البطولة النهائية لنقدر نحمل هذا الكاس. هيدا ثمرة كل شيء عملناه على مدار 8-9 أشهر، وبالتالي له أهمية كبيرة عند اللبنانيين وخاصة الأنصاريين. واليوم نحن كإدارة كمان نسعى إنه نزيد الريكورد، يعني نطلع بالريكورد للعشرين مر بطولة، لحتى نقدر آخر شيء لما نفل من هاللعبة نترك أثر، نترك تركي إرث يعني للناس، إنه نحن عملنا واشتغلنا واجتهدنا وقدرنا حققنا لكم اللي لازم نحقق لكم إياه، يلي هو بطولة لبنان. ويسعى الأنصار المتوج بطلا للدوري اللبناني 14 موسما إلى الفوز بالكأس للمرة 15، ولهذا على الفريق الأخضر الفوز في المباراة ليتوج باللقب 15، بينما العهد يكفيه التعادل لحسم اللقب. تمارين فريق الأنصار تجري على أرض ملعبه بعيدا من الإعلام، وذلك في محاولة لحجب خطط المدير الفني الذي يحاول تجنب تكرار الأخطاء التي أدت إلى تراجع مستوى الفريق خلال هذا الموسم واحتلاله للمركز الثاني بعد العهد المتربع على صدارة الترتيب قبل اللقاء الحاسم. كل الشغل اللي اشتغلته بالموسم كامل 19 أشهر بتحددوا مباراة مدتها 90 دقيقة، بطبيعة الحال حتكون مباراة فيها ضغط كتير على اللاعبين، حنتعرض لضغط من الجمهور، وبمحل من المحلات بعتقد انه الفريق حيكون
حاسب كتير حسابات بهذه المباراة، لأنه مباراة أي غلطة ممكن تضيع لك مجهود وعمل سنة كاملة. في المقابل يسيطر على فريق العهد هاجس تحدي تحقيق الكأس التاسع للدوري اللبناني لكرة القدم، ويعول كثيرا على مجريات مباراة القمة في جعل الحلم حقيقة. ما في شك أنه يمكن لأول مرة بتاريخ لبنان بتصور، أو من القليل بتاريخ لبنان بتصير مباراة فاصلة بين ناديين عم يوصلوا حتحدد المركز الأول. وأهمية المباراة أنه نحن بصير المركز بالصيف الإحراز اللقب التاسع عنا، بنتخطى كتير من الأندية المنافسة لنا. وتحضيرا للمباراة يجري فريق العهد تمارين بإشراف مدرب أدخل أساليب جديدة في طرق اللعب، فيما يتحكم بلاعبيه إصرارهم على عدم التخلي عن لقب البطولة بعد فوزهم بها لثمانية مواسم. نعرف أن المباراة صعبة، ولكن هي بالنهاية بتضل مباراة تنافسية رياضية، بنتأمل نقدم شيء يليق باسم نادي العهد. بتصور وصولنا رغم كل الظروف اللي عانينا منها بالفترة السابقة هو إرث كبير علينا. بتصور ريث نادي العهد وجوده دائما بالمنافسة، يعني حصول على بطولة الدوري أو من الفرق المنافسة، هذا بيخليك دائما تحس أنت أنه مطالب منك مزيد من العمل، مطالب منك مزيد من الاجتهاد. نتأمل أنه تليق نقدم مباراة تليق بنهائي للدوري اللبناني. بانتظار صافرة البداية يعيش جمهور الفريقين لحظات من حبس الأنفاس، وهم يتابعون المباراة بعيدا عن مدرجات الملعب، وذلك بعد قرار الاتحاد اللبناني لكرة القدم بحصر الحضور ب 1500 مشجع مناصفة بين الفريقين. لا شك في أنها مباراة حاسمة لتتويج بطل لبنان في كرة القدم، كما ستحدد نتيجتها ترتيب الفرق على باقي المراتب، وبالتالي الترقب على أشده، خاصة من الجمهور الحاضر في الملعب وأيضا من كل عشاق هذه اللعبة عبر الشاشة الصغيرة. ويليام عزام، الحرة، بيروت. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج اليوم، إلى اللقاء. بإمكانكم طبعا أن تراسلونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله.